ايه راي حضرتك في استقاله حكومه البلاوي؟ خير الحمد لله. المفروض هو ده من زمان يعني. انت شايف ان هو ده الصح كده بالنسبه للبلد؟ لا مش صح. هو مش حكومه تشال ولا لا، مش عمليه ان دي تشال وده يتحمل. المفروض اللي يجي ويعمل جديد، اللي يجي يعمل جديد. يعني تتوقع الاحسن للبلد؟ ان شاء الله. ده المفروض لازم دايما نعيش على الامل ونبقى عايشين على ان بكره لازم يكون احسن. هو ده الصح. لكن ان انا بقى اقول لا ده اللي جاي ده اسوأ، يبقى مفيش داعي لوجود البلد ولا وجودنا بقى، طالما اللي جاي اسوأ فاحنا وجودنا لا لزومه ايه اصلا؟ ايه اتمنى ان يكون احسن. ايه راي حضرتك في استقاله حكومه الببلاوي؟ افضل طبعا. افضل؟ انت شايف ان دوت يعني هيودي البلد لطريق احسن ولا لاسوأ؟ لا احسن. شكرا. ايه راي حضرتك في استقاله حكومه البلاوي؟ حكومه البلاوي والله عملت اللي عليها، ايا كانت هي ايا كان الصواب هي عملت عليها بالنسبه للشعب المصري، وهي كده برضه حكومه محنكه وحكومه ذكيه جدا لانها بتستغل الوقت المناسب، الوقت ما بين الغضب والرضا، فهي كده حكومه تمتاز بالذكاء، وهي استقالتها دي بتدي مجال لغيرها انها يجي ويكسب اكثر. ايا كان ببلاوي او غير الببلاوي، الشعب المصري قام، الشعب المصري مش هيهدى ولا يهتم بال غير لما يواصل المسيره اللي بداها. من وجهه نظر حضرتك شايف ده لمصلحه البلد ولا ده لمصلحه البلد؟ لان هي استقالت في وقت مناسب جدا ليها وللشعب المصري، فده لمصلحه البلد فعلا. البلد من الناحيه الاولى ان هي خلاص اصبحت في استياء بالنسبه للشعب المصري وفي رضا، ففي الحاله دي تستقيل ونشوف حكومه غيرها، وربنا يقدر الشعب المصري على بقى اللي جاي. ممكن اعرف راي حضرتك في قرار استقاله الحكومه النهارده؟ خدمة عملوا خدمة عملوا. احنا ايام حسني مبارك اللي انا عليه حرامي كنت بدفع كهرباء 13 جنيه 14 جنيه، وانا معايا عينين دلوقتي ما بيعش عيش في الشارع، ليه معاش ولا ليه ليه النهارده اول امبارح دفع الكهرباء 242 جنيه، شهر 12 159 جنيه، وشهر 1 83 جنيه، انا اجيب منين؟ ونسيت في التعليم، علي في سته ابتدائي وعمر في سته ابتدائي، واجري على باب الله بنزل. خدمه عملوا، لا دافع اسم زراء ولا دافع لينا، صدقوني البلد دي ما كانش هيجي واحد من مرد الناس يمسكها ويبص للغلابه اللي قاعده على رصيفها. الناس اللي معاها عيال لا يروح ولا يجي. تعالى اديك على الجنب وانا اتكلم. كلمة جد والله. المعيشة والله ربنا اعلم بينا. لا سرقنا ولا مدينا ايدينا ولا حاجة. بقالنا 27 قرن. كنا عايشين في عصر محمد السيد حسني المبارك عصر حلو. كنا ماشيين من مرض الناس. كنا ماشيين من مرض الناس. قالوا عليه حرامي ولا عليه نصاب. ما شفنا منه حرامي كان بياكل الشعب وكان مدينا الامان ومدينا كل حاجه في الدوله. النهارده لا شايفين تعليم ولا شايفين امان ولا شايفين فلوس، شايفين كل حاجه عماله تغلي، الكهرباء بتترفع، الميه بتترفع، كل حاجه بتترفع. مش هناكل ايه بقى؟ هناكل انا منين؟ هنبتدي لسه؟ ما نطلعش 27 سنه قاعدين في المكان ده، لا سرقنا ولا افترينا. هم عاوزين مننا ايه؟ البركه يا جماعه المجلس والحل كله مجلس الوزراء من الاثنين. ده بقى عليهم شويه حراميه مؤاخذه بكم بقى. كل واحد يجي هيشوف هنعمل ايه مع عبد الفتاح السيسي. هيجي يمشي في مرد الله حلف اليمين مرد الله ومرسي غضبان مرد الله. يشوف شركه الكهرباء، يشوف شركه الميه، يشوف الخضار، يشوف المعيشه، يشوف الناس، يشوف الجمعيات التعويضيه اللي قاعده بالجنب ديت. ممكن تقول لي راي حضرتك في قرار استقاله الحكومه النهارده؟ القرار ده كان مفاجئ، ما نعرفش ليه استقالت. هل هي مش قد المسؤوليه ولا مش عارفين ايه الموضوع بالظبط يعني؟ بس اول مره اعرف يعني منك كده. كنت اخر حاجه استقالتها في التلفزيون وانا نازل ان هو بيتكلم ممنوع يعني الناس تتراجع على المطالب الفئويه عشان البلد تقول شويه. يعني حضرتك شايف ان القرار مفاجئ؟ القرار مفاجئ بالنسبه لينا طبعا، لان دي حكومه انتقاليه. كان المفروض يستنى شويه لحد ما الحكومه تبدا تشتغل وتشوف الدنيا ماشيه ازاي، البلد هتمشي ازاي.
لكن طيب. انت تتخلى عن البلد وتستضيف في وقت البلد احتاجات وازاي بتطالب ان الناس تبعد عن البطاله الفئويه وانت ذات نفسك سبت الوزاره ومشيت. طيب تطلب ايه من الرئيس القادم؟ اطلب من الرئيس القادم ان كل طفل يتولد يدفع له فلوس اللي على حساب الدوله. اللي هو ياخد طفل يتولد من هنا يبقى على الاقل 300 500 جنيه كل شهر لوالده عشان يضمن له حياه كريمه يتعلم يتسال والده في الفلوس دي. ممكن حضرتك تقول لي رايك عن قرار استقاله الحكومه النهارده؟ والله هو الموضوع بس فيه لبس شويه بالنسبه للناس العاديين على اساس ان يعني كان في ناس بتقول ان رئيس الوزراء متقاعس في بعض الاشياء او في حل بعض المشاكل فعشان كده الناس يعني بس في انجاز له يعني في انجازات الحكومه اللي هي دلوقتي في بعض انجازات ولكن وقعت في بعض اخطاء لكن القرار دلوقتي بس مين دلوقتي اللي مهيأ او معد ان هو يعني يقوم بواجب رئيس الوزراء دلوقتي يعني ما فيش حد دلوقتي مهيأ للموضوع ده والفتره ضيقه بين الانتخابات وبين ان يجي حكومه ومش هتلحق تنجز ومش هترضي الناس يعني حاجات كتير كده متاثره يعني. طيب تطلب ايه من الرئيس القادم؟ الرئيس القادم اهم حاجه من الرئيس القادم ان يبقى في امن وانضباط في الشارع ده اهم حاجه مطلوبه من اي حد يمسك سواء مدني او عسكري او اي رئيس جاي اهم حاجه الامن والاستقرار للشارع ان احنا نبقى ماشيين في اي وقت نبقى مطمنين نبقى لو في حاجه معانا نبقى ماشيين واحنا مطمنين ما حدش هيطلع علينا او حد يعترضنا في الطريق بس